بإنشاء مركز جديد لمواصلة عمله لتسليح البرنامج النووي للنظام الإيراني. منظمة الابتكار والبحث الدفاعي المعروفة باختصارها الفارسي سبند هي مؤسسة داخل وزارة الدفاع تتابع هذا المشروع. وزارة الدفاع تخضع لسيطرة شديدة من قبل قوات الحرس. استمرار أنشطة سبند وفقا لمعلومات استخبارية سرية للغاية حصلت عليها شبكة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل إيران من داخل النظام، واصلت سبند عملها بعد خطة العمل الشاملة المشتركة. ولا يزال هيكل وموظفو سبند على حاله، وتم توسيع جزء من المؤسسة. ولا يزال العميل اللواء محسن فخري زاده مهابادي لا يزال رئيسا لسبند. وهكذا، وعلى الرغم من توقيع الاتفاق النووي، حافظت وزارة الدفاع وقوات الحرس على قدراتهما لبناء السلاح النووي. في أبريل 2017 كشف مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة عن استمرار مثل هذه الأنشطة في مركز يعرف باسم أكاديمية الأبحاث في مجمع بارشين جنوب شرق طهران، تنسيق الموقع الجديد لسبند في سرخ حصار. قامت سبند ببناء موقع جديد في منطقة سرخ حصار شرقي طهران. الموقع الدقيق للموقع الجديد هو على طريق ديماوند السريع شرق طهران، على بعد كيلومترين من طريق الخروج المؤدي إلى سرخ حصار. وعلى مدخل هذا الطريق هناك حاجز يعتبر منطقة عسكرية، ويقع موقع هذا الموقع الجديد شمال موقع خجير، وهو أكبر مجمع لتصنيع الصواريخ البالستية لصناعة صواريخ همت وصناعة باقري للصواريخ. إلى الشمال من هذا الموقع الجديد شمال طريق ديماوند يقع مقر قيادة منظمة الجيوفضاء التابعة لوزارة الدفاع والصناعات الميكانيكية التابعة لمنظمة الجيوفضاء المعروفة باسم صناعات محلاتي في منطقة حكيمية.